تنفذ مباشرة ناحية رقم 10 عثماني محمد. توسيع وشعال بقبضة اليد. مازال الخطر، مازال الخطر، مازال الخطر. تسديدة بعيدة، التسديدة بعيدة ناحية عثماني. مرر ثم التوسيع، راسية باليد، باليد نعم، هنا فيه بطاقة اليد لأنه واضحة، واضحة. ومساعد الحكم رفع يده يوجه مفتاحي. نعم شوف باليد واضحة، واضحة، واضحة. وحشود في الانتظار ثم التسديد أرضية. شوف تسديدة كانت ذكية من حشود. هنا حشود كان ذكي جدا لأنه ضرب الكرة بكل قوة في صراع ثنائي. تنفيذ دائرية الشبكة الخارجية، دائرية جميلة طرت إلى الشباك أم دائرية إلى الرؤوس، فكانت دائرية إلى الشباك. هذا اللاعب حشود عبد الرحمن طويلة ناحية الهجوم. كرة مخادعة أرضية، أين كان دفاع أهلي بوشبوريريش؟ ما فيش مراقبة، لاعبين خرج وسط، لاعبين سويبع وكذلك عزي الذي سجل الهدف. جاءت الكرة وكأنها فرحة أنصار المولودية الذين جاءوا إلى أهلي إلى مدينة بوشبوريريش. شوف هاي الكرة، اللاعب شوف عزي منين يدخل، ما فيش تسلل من وراء، ما فيش كرة، هدف صحيح، هدف صحيح. والاحتجاجات متواصله. فوز اليوم فهو الفوز الثالث من خارج القواعد امام دفاع تجنانت وكذلك التسديد العارضه الافقيه. زياد كانت تسديدته قويه. دفاع المولوديه اكثر ثلاثيه ممتازه ما بين فرحاء بكل ذكاء. هذين اللاعبين مراوغه جسمانيه رائعه الى الدرجة. التسديد والحارس شوشي ومراوغاته الجميله والتسديد القويه من ترارجا. عزال الخريفي فيصل يمر ناحيه تواتي مره اخرى. عزي شوف هنا كادت ان تاتي يا التعادل يا كادت نهايه اللقاء.